قالت صحف قطرية إن الدوحة قررت استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور، بينما انتقد مجلس التعاون الخليجي الاتهامات المصرية لقطر بدعم الإرهاب في أثناء جلسة على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة العربية على خلفية الغارات المصرية على ليبيا. كانت قطر الدولة الوحيدة التي تحفظت في ختام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحفظت على الضربات الجوية المصرية لمواقع داعش في ليبيا ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.